وصلتوا لقرار. انت مع الطلاق ولا ضده؟ الله سبحانه وتعالى ما بيحب الطلاق لانه ابغض الحلال. معناها اربعة ضد الطلاق الاغلبية. لك لحظة شوي خلينا نفهم شو القصة، مو عارفان عن شو عم يحكي. يا عمي نحن عم نحكي عن طلاق عجاز من هيفاء، ما عم نحكي عن الطلاق بشكل عام. انت مع ولا ضد؟ انا ضد عجاج، ما في منه. شو يعني اذا ابتلى من زدته مثل الكلب الجربان؟ هي ما حدا قال ابنه. لا تسلم لي عينك، تسلم لي عينك، هلا اثبت انك صاحب مبدأ، وهي صاروا اربع مرات عمي، ما اقدر عندك حجة. لحظة لحظة شوي حبيبي ريبالو، على اي اساس انت ضد؟ شو عم تدفع اجار بيته بغيابه ولا عم تصرف على مرته؟ شلون ضد؟ لحظة لحظة يا جماعة لحظة، انا كنت مفكرك مع ضد فصوتوا ضد، اما اذا كنتي انتي مع فانا مع. اسف كتير يا جماعة، استغلي فهمت غلط. هي الاغلبية مع هيفاء، انت وافقتي من الاول ولازم تتطلقي، مزبوط ولا لا؟ مثل ما بدكم. اخس، كنت مفكرك رجال بس طلعت خروق وبنضغط عليك. لحظة نبي، انا رجال ونص. لك انا وقت كنت اسحب الموس الكباس تبعي ونط وسنع بالارض واصرخ هز بردتي ولا كانت تفضل حارة. انا كنت بالموس الكباس تبعي نط نص السماء واضرب الناموسة جيبها نصين. عجاج ابننا وانا ضد الطلاق. الاغلبية ضد. ريبان شو؟ شو في هني؟ وين هني؟ قابل بيتي يطلع بالنعم. طالب لا تسقني مع حياتي بذلة بل تسقني بالعز كأس الحنظلي. الله يرحمك يا عندك على بيت السعر سوفز. الله يكتر خيرك يا ريبان، والله طلعت ابن حلال. أنا ما عملت أكثر من واجبي. صار له 9 أشهر عايش عند أخته، مرت عمي قلعته من البيت لأنه وقف معنا. عجاج، بتعرف إنه منيح اللي طلعوك على حسن سلوكك قبل انتهاء المدة، هيك كل العالم بتعرف إنك أنت مالك حرامي. الله لا يوفق أبو القطة على الورطة، ورطني ورطة ما لأول من آخر. إي الله الله يسامحه، المهم طلعت بالسلامة. بتعرفي هلا إذا شفته مرة ثانية بدي أقتله على الخالص، ارتكب فيه جريمة قتل وروح مقتل. بلا حماقات، المرة الأولى وقفنا معك، المرة الثانية ما في من يوقف معك. حط عليك براسك ودور لك على شغل منيحة، هذا الموضوع انسى اليوم اساسه عجاج. وليش حتى ادور على شغل؟ برجع على شغلي بنفس المحل، اصلا معلمي ما راح يلاقي احسن مني. يلا ميسون خلينا نروح على البيت، بتعرفي انت طالع من حفص بنقول لك على نسل جديد، مو هيك عديل؟ اهلين عديل، خليكم مستانسين فيكم. صباح الخير. لا الخير. خاطركم انا اسف. بدي اتغلظ عليكم شوية واسرب معك كاسة سن. شعلة بني الشاي. اهلين اهلين بلبل حبيبي صهري مسنا الظهري. كيف عجاج؟ منيح ماما، طلعوا على حسن سلوكه، شفتي شلون انه ماله حرامي؟ مسكين وعنده حدا يا ترى؟ ريبال اجي يسلم عليه لما عرف انه اخو السبيل لعجاج مرت عمي. ماما انت مو ناوية تسلمي على عمي ريبال؟ ناوية بس خايفة يفهمني غلط. يعني خلص اكستيله؟ ما اكستله اكستله، بس يعني رجع رجع وما رجع شو بدي اعمل بحالي، عمره ما يرجع. انا بجيب لك يا مرت عمي. من زمان من زمان، ولا بدك استدعى وطابع مشان تقدم هالمبادرة السلمية؟ يا مو ضروري استدعى وطابع مرت عمي، انت بس اعطيني الضوء الاخضر. اعطيتك دحرجي مرت عمي دحرجي. ولدك بيجي معه؟ بيجي ريبال اكثر ما بدك بده. اذا اجى معه اتركونا لحالنا، ما بدي اعتذر منه قدام العالم. وجع البروستات. لفوت 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 شو ما في مرحبا؟ في بس خايف ما تردي علي. شو شايفني بلا ترباية لحتى ما رد؟ شو بعرفني ما عاد ينحزر لك؟ شوفوا لا ريبا، أنا ما حبيت خانقك قدام العالم مشان ما أكسر شقامتك، بس تاني مرة إذا بتعيدها ورقة طلاقك واصلة لعند بيت أختك ونقطة انتهى. بس عفوتي ولا كلمة. نبيل وميسون ترجوني ترجعي مشان رجعك، لا تخليني اندم على ما فعلت. بس عفورتي انا ولا كلمه. ما
أنا مو خزانة تتركني ملطوعة 9 شهور لا سؤال ولا جواب. أنا كمان أيضاً عندي مشاعر وأحاسيس. ما بدك يعني؟ قول ما بدي ياك، ما بدي ياكي ونقطة انتهى. لا تستحي. لا أنا بدي. اروح على الأوضة. شباب ليش فايق؟ ما عم يجيني نوم. طول عمرك بتنام مثل تنابلة السلطان، بتشخر قبل ما يصير راسك على المخدة. شو صاير لك هلا؟ خايف يا عفورة خايف. من شو خايف؟ خايف بكره يكبوني مي باردة. لك دفعنا اللي فوقنا واللي تحتنا مشان هلا تجي تقول لي كبوا لي مي باردة، بدهم يكبوا لي مي باردة، ليش عملت الدورة أنت لكان؟ لك يا عفورة، بالدورة كنا نتدرب على مخدات وعلى لعب هيك من سفنز. خايف بكره ما تزبط معي على البشر مثل ما كانت تزبط معي على المخدة. اللي بيفتح تمه ارجيه الشهادة اللي اعطوك اياها بالدورة. لك يا عفورة، هذا قطاع خاص، يعني بيجيب لهم زبونات بفرسوا لك الارض يا اسمي، بتطفشي زبونات يكبوا لك مي باردة حتى لو كان معك دكتورة. شو بدك هلا؟ فكري يعني لازم اتدرب على حدا قبل ما بلش اشتغل. ان شاء الله يكبوا لك زيت مغلي مو مي بارده، ما راح اسمح لك تتدرب فيني، فهمت ولا لا؟ يا عفورة يا حبيبتي انا ما عم اقول فيكي، يعني حدا تاني. منين الحدا التاني؟ منين بدي اجيب الحدا التاني بعد نص الليل؟ ما عم اقول زبيلي، يعني عم اقول يعني منيح عجاج فيق لك. هل الله يرضى؟ ليش لحتى ما يرضى؟ مفضلي على لحية اللي خلفه انا، ان قال ايه ولا لا غصبا عن راسه. ها؟ عجاج؟ عجوة؟ لك عجوة حبيبي قوم. خير؟ البابا مين دق؟ لحاله؟ شو بده يندق لحاله؟ أكيد في حدا عم بيدق عليه. لك قوم عمي. الجناية لك شباك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا الجناية ما بدها تحل عني بقى؟ لك شباك عجاج؟ هاي أمي. أمي؟ ليش أمك من إمتى صارت تشتغل بالجنائية؟ لك عم ما تمزح معك ومفتاح الباب. أنا بس أسمع بالجنائية بجن كل الخطوط معي بتفوت ببعضها. بعرفكم ما بتناموا قبل 4-5 وش الصبح، شو صاير لكم؟ ليش نايمين الساعة 2؟ ما كنت دقيت أنا. عمي أنا كنت تعبان شوي. الديسك موزم عليه أمي. موزم عليك وساكت ما تحكي. يعني أنا مرت عمي إذا حكيت. إذا حكيت وقلت لك موزم علي الديسك، شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ عمك ريبال بيعمل لك مساج بيرجعك وكالة، اخلنج. أصلاً الديسك ما بيمشي حاله بالمساج، الديسك بده عملية. لك لا بده عملية ولا شيء، ما سمعت شو قالوا بالتلفزيون؟ شو قالوا بالتلفزيون؟ 3 جلسات مساج ونقطة انتهى، يلا لعند عمك ريبال. وبركي ما قبل بعد نص ليل. ليش لحتى ما يرضى؟ انفضلي على لحية اللي انفضوا. خليه يسترجي يقول لا. لك هلا البس. لك لا شو تلبس، لا تعذب حالك، حيرجع لانه يشلحك ياهم. هلا عمي ريبال صار يفهم المساج امي. لك ما صار يفهم، ما صار يفهم، بيتعلم البيطره بحمير النوار. زبلي. ما بدي. عجاج مو حمار امي. المثل عن الحمير بس هو للبني ادمين معمول خصوصي، شو بدي اخترع لك مثل خصوصي مشان عجاج؟ الله يخلي لي اياك يا رب. رح اعمل لك فنجان قهوه. كم؟ تعي تعي ما بدي قهوه. ما بصير امي تروحي هيك 5 دقائق. حق فنجان القهوه بقهوه الروضه 15 ليره. هاتي 10 بسامحك بالخمسه. هاي 10 امي. روحي اعملي قهوه. مو اخذتي مني حق الفنجان؟ بدك تحاسبيني مثل زباين قهوه الروضه. اذا هيك ماشي الحال على راسي يا مو. روحي تقبريني، ازكى من كل شقيقاتك انت. لك على عدد لك يا عشاش يا حبيبي، هيك المساج اول وجع واخر اضطهاج. هلا رح تالف لي شعر؟ رح تالف شعر هلا؟ كانت شغلتك سفقت هواء، كنا فورا عالجنا المنطقة المصابة، اما شغلتك مو سفقت هواء. لك انسو شغلتي؟ لك شغلتك انك مدوك ابا عن جد، بدك تنزيل محرك. لك يا اخي اذا بنقضى الشغلة، اذا بتنقضى الشغلة التنزيل المحرك خلصني. لك شو عم تعجن؟ شو عم تعجن؟ شو
شو ده زي المحرك؟ شو المحرك؟ ومن زي بكون روح نازل المحرك قبل ما ينزل بده فك شي 200 300 برغي على القليله. اخ رعبان، فك برغي من فوق وبرغي من تحت، رح تخلقني يخرب بيتك من حالك. لك بخاف يفلت وزانك، بفلت وزانك بدون شي نص برغيك بيضة انت. عمري بان ومع الشغل تأخرت. قوم عجاج، خليني أعرفنا عجاج. هيفاء أمي، شو كأنه جوزك عجاج بارجي؟ ليكون فطس بين إيدين عمي ربا. أحسن بيريحنا منه. لا قومي تقبريني، اعملي لي فنجان قهوة لصحصح لي شوي، بعدين منشوف شو بدنا نساوي. أمي تاخدي 10 وتخليني نائمة. هاتي اصبحي على تاخدي 5 وتعملي لي فنجان قهوة. هاتي الله يخلي لي اياكي يا رب، اقرب وحده بالعيله انت. روحي تقبريني، اذكى من كل شقيقاتك انت. فيقوا ونم لك شي ساعتين، ما بدي اياك تنام على ظهر زبون هنيك، ساعتها فعلا بيكبوا لك مي بارد. عجاج قولي ليكون قضى نحبه. عجاج 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 لخير شوفي صارت الساعة 6:30. شو هاد اللي عم يهرق؟ ما في شيء يا عرامك، عم ترجع محلها. شلون صايف لحالها؟ ياه مثل الحديد. طيب يا زلمة